السلام عليكم الأصدقاء. الكثير من الآباء ومن الأمهات يطرحوا واحد السؤال: علاش الأولاد ديالنا وعلاش الأطفال ما بقاوش اليوم تركزوا في المدرسة؟ واليوم الآباء يحسوا بأن أولادهم ما بقاوش يبغوا يقرأوا لهم في الدار. تتلقى دائما الشعار ديال الأم في النهار كامل: سير تقرأ. سير تقرأ هي كلمة تتردد بشكل يومي وبدون انقطاع داخل المنزل. هنا غنطرحوا واحد السؤال: شنو هو السبب اللي يخلي الأطفال ما تيقراوش داخل المنازل وما تركزوش داخل الأقصى؟ تعرفوا جميعا بان التكنولوجيا الحديثه مبنيه على واحد الفكره ديال الرابط ديال الاشتراك، انه كل ما تتحاول تهز التليفون او تلعب واحد اللعبه تتعزز عندك واحد الرابط اللي تخلق لك واحد العاده او واحد الادمان. المشكل ديال هاد الهواتف الذكيه اليوم انها تتخلق واحد الادمان عند الاطفال، تتخلق واحد الحاله ديال افراز ديال هرمون الدوبامين اللي تعرفوا كامل بانه هرمون ديال السعاده، هرمون ديال المتعه، ولكن هذا الهرمون الى فات الحد ديالو تيولي حاله ادمانيه. تيخلي الاطفال منذ الطفوله انهم ما تركزوش على الدراسه ديالهم، انهم ما تنتبهوش للقرايه ديالهم وتركزوا على الجانب ديال الالعاب. اذا اول حاجه خصنا نعرفوها هو الوعي ديالنا بالخطوره ديال هذه الوسائل هذه والتقنيات هذه اللي هي سيف ذو حدين. الا ما عرفناش نستعملوها بشكل عقلاني اتاثر بشكل سلبي على الاطفال، ولكن الى عرفنا كيفاش نتعاملوا معها وكيفاش ندبروها بشكل عقلاني غتساعدنا اننا نتعاملوا مع ولادنا في التربيه، ومنظور انها تساعدنا في التطور ديالهم على المستوى المعرفي وعلى مستوى المهاره. اذا اول حاجه بالنسبه لي انه كما تيقولوا الخبراء انه المرحله ديال الطفوله الاولى المبكره يعني بين الولاده حتى 6-7 سنوات، تيقولوا الخبراء بان الطفل خصو على الاقل ما يولفش هذه التقنيات بشكل نهائي قدر المستطاع. طبعا كاين ظروف اجتماعيه صعبه، الاباء ما كيلقى المراه والراجل تيخدموا، فالدري تيبقى في الدار خصو يديروا له شي طريقه باش يتلهى وما يغوتش وما يدرس، ولكن هذا الامر هذا ما يكونش على حساب الصحه ديالو النفسيه. الامر الثاني هو ان هاد الوسائل هذه خصها تكون مقننه داخل المنزل، انها ما تكونش في اي بلاصه. وبالنسبه للاطفال اللي عندهم اكثر من 7 سنين 10 سنين 11 عام، خص كذلك يكون الاستعمال ديالهم لهذه التقنيات ملي يدخلوا المدرسه يكون كذلك مقنن، انه مثلا يشعل الحاسوب داخل المنزل، يقلب على واحد المعلومه بالحضور ديال الاب ديالو ولا الام ديالو، يعني يحاول يكون ديك المواكب. المساله الثالثه وهي التوعيه بان التقنيه اليوم ان الطفل الصغير راه تيفهم، ولكن الا دخل الام في حوار مع الطفل انها التقنيه تشرح له الاهميه ديالها والضروره ديالها، ولكن انها خطيره ايضا. الطفل اللي عنده 12 عام 11 عام 13 عام راه بدا تيفكر بطريقه مجرده كما تيقول جون بيرجي. اذا هنا خص الاباء يشرحوا لاولادهم ويتواصلوا معهم ويوعيوهم بالخطوره لهذا الرقمنه وهذا الاعلام على الهويه ديالهم الافتراضيه انها تقدر تسلبهم هويتهم الحقيقيه، الخطوره ديالها على انها تقدر تحرمهم من التركيز. تنعرفوا جميعا بان اليوم كاين كثير من الدراسات تقول بان التركيز ديال المراهقين ما بقاش يقدر يفوت 9 ديال الثواني. واحد الكتاب كنت درت له مراجعه اللي هو حضاره السمكه الحمراء تهضر على هذه القضيه، تقول بانه التركيز ديالنا والانتباه ديالنا ما بقيناش قادرين نركزوا في مواضيع بشكل كبير. وتنعرفوا بان القرايه الاهم حاجه فيها ولا التعلم بشكل عام، وانه الانسان يركز في واحد المعلومه ويركز في واحد المعطى لمده طويله الامد باش تقدر يستوعب ديك المعنى، سواء كان لغه، سواء كان معادله رياضيه، سواء كان معرفه علميه على حسب المجال اللي تقرا. ولكن عموما التركيز هو العمله الاساسيه في اي تعلم. حتى التركيز الا فقدناه بالضروره غنفقدوا جميع شروط التعلم. والسوشيال ميديا والانترنت والهواتف الذكيه هي اللي خلقت لنا هذه البلبله مع الاطفال، انهم ما بقاوش يقدروا يركزوا واحد المده طويله. الدري غير كيجلس فوق البيرو باش يقرا في الدار ولا في المدرسه ما تيقدرش يستوعب انه يجلس واحد نص ساعه ولا ربع ساعه يركز في واحد المعلومه، لانه تعود يشد التليفون ويقلب مثلا ويبدل. وحتى مساله المتعه، لان المتعه اللي تلقاها اثناء الحمل ديال الهاتف، المتعه اللي تلقاها هو تلعب العاب الفيديو، ما تلقاهاش في القرايه. فالاباء كذلك خصهم مع اولادهم اللي بغاو يقراو في الدار يحاولوا يستعملوا التقنيات ديال اللعب. طبعا كاين اليوم مجموعه من الاساليب التقنيه يمكن لك تستعملها مع اولادك باش تقراوهم في الدار، ما يكونش ديك القرايه عندها واحد الطابع رسمي، جلس واحد الجلسه فيها واحد الطابع كوميدي، مره لعب معاه. يعني راكم تعرفوا بانه اللعب اهم حاجه في التعلم، خصوصا بالنسبه للاطفال الصغار. وهنا تيبان اننا فعلا امام مشكله صعيبه، اننا كيفاش نتعاملوا مع الازمه ديال ادمان الاطفال على مواقع التواصل الاجتماعي. اول حاجه خصنا نفهموها ان الدماغ ديالنا تيشتغل بواحد المنطق ديال الروابط العصبيه، اي ان اي فكره تدخل للدماغ ديالنا تتكرر بزاف المرات تتخلق لنا واحد الحاله ديال العاده. فنفس الامر تيوقع مع الاطفال، انه ملي تيشد الهاتف اول مره تيكون عنده هذاك السلوك عادي، ولكن ملي تتكرر بزاف المرات تيولي عنده واحد العاده وواحد الادمان. اذا باش نقدروا نعاملوا الاطفال انهم يتجاوزوا هذا الادمان ديال الهواتف الذكيه، امر ماشي سهل، خصوصا ان الاغراءات ولات بزاف، وان الصوره والفيديو والالعاب
اصبحت في كل مكان. الا مشيتي قدمتي المدرسه شنو غتلقى؟ غتلقى واحد المجموعه ديال التلاميذ مستفين واغلبيه ديالهم جالسين يلعبوا بابجي ولا فري فاير. هذا تيدل على ان هذه اللعبه هذه سيطرت على العقول ديال الاطفال وديال المراهقين، وما بقاش الدروس ديالهم ولا التمارين ولا الاشياء اللي تطلبوها منهم الاساتذه تتشكل واحد الحيز للاهتمام. وهذا هو الامر اللي يخلي الوالدين نهار كامل وهما تابعين ولادهم سير تقرا سير تقرا سير تقرا. هنا خص الاباء يتجاوبوا على القضيه انه هذيك المقدمات الاولى انه الدري ملي كيكون صغير باش يسكت من الصداع ولا باش ما يغوش بزاف، اعطيه التليفون يلعب به، اعطيه التليفون يخربق فيه، شعل له البيسي ودير له الرسوم المتحركه ولا دير له شي لعبه. هذا الامر هذا خص يكون بواحد المقاييس محدده، انه يمكنش مثلا باش انت تبيتي الغوا ديال الدري صغير تعطيه واحد التليفون تخليه معاه واحد المده 4 ساعات او 5 ساعات. مثلا الطفل اللي عنده 3 سنين او 4 سنين وجات هذا التليفون هذا واحد المده ديال عامين هو غادي بنفس الطريقه. طبعا هنا غتخلق له واحد الروابط عصبيه واحد الروابط ذهنيه انه الصوره غتولي جزء من الادمان عليه وما يقدرش يركز مع شي حاجه اخرى غير الصوره. اضافه لذلك تتاكد الابحاث العلميه ان الاطفال اللي كيتجاوزوا واحد عدد الساعات يوميا في المشاهده ديالهم ديال هاد الفيديوهات او الالعاب ديال الفيديو الدماغ ديالهم تتبنى عندهم مجموعه ديال المسارات ادمانيه، والاكثر من ذلك انها تكون فيها العنف تكون فيها العصبيه. فاشي تلقى بزاف ديال الاطفال بعد واحد المده كيكونوا عاديين ولكن كيوليو عصبيين. علاش؟ ان الادمان ديالهم على العاب الفيديو ولا الادمان ديالهم على مواقع التواصل الاجتماعي تيخلق لهم هذه الحاله النفسيه الغير سويه. والمشكل الاكبر من هادشي كامل هو انه الشركات الكبرى بحال الشركات ديال تنتج الالعاب والشركات ديال فيسبوك والشركات ديال جوجل وغيرها من الشركات اللي تنتج هادشي ديال العالم الرقمي تدرك جيدا انها تقوم باشياء خطيره على الاطفال وعلى المراهقين. وهذا هو اللي يخلي كثير من الناس بحال ستيف جوبز كان دائما تيحرم ولاده من هذه الهواتف الذكيه خصوصا في المرحله ديال الطفوله ديالهم، لان كان تيعرف فعلا السم ديال هذه المواقع هذه وكيفاش انها يمكن لها تاثر بشكل قوي على الاطفال وانها تحرمهم من التركيز ومن الانتباه ويعيشوا حياه الطفوله الحقيقيه لانهم يلعبوا لعب حقيقي غير بحال ولاد بحالهم، يتواصلوا مع ولاد بحالهم ومع الدراري بحالهم، يتكرسوا داخل الطبيعه، يلعبوا بالاشياء حقيقيه، ماشي الدري صغير عنده 4 سنين 5 سنين وتيقيد النهار كامل هذا التليفون كيلعب فيه. هنا طبعا هذيك الاليه النمو اللي هضر عليها جون بياجي خصها تنمو عند الطفل بشكل سوي، دوك المهارات ودوك القدرات اللي خصها تكبر عند الطفل، القدره على التواصل، القدره على الحوار، القدره على مواجهه المشاكل، القدره على التحديات، هادشي كله تيوقع واحد الفتور واحد الضمور وما تينموش عند الطفل. وفي الختام تنقول لكم بان هذه المساله ديال الالعاب الفيديو خصنا فعلا ناخذوها بجديه، وان الهواتف الذكيه وغيرها من التقنيات راه ما بقاتش مساله عاديه، راه ولات مساله خطيره جدا. وكثير من الاباء تنوضوا العاده مع اولادهم لاسباب مختلفه. اول حاجه الجهل ديالنا بشنو واقع في الواقع ديالنا، وصل الفتره ديال ما بعد كورونا تغيرت جميع الاشياء، تغيرت طريقه تفكير الاطفال، طريقه تفكير المراهقين، يعني تنحشت نعيشوا واحد العصر ديال التغير. السبب الاساسي هو هذه النقله المعلوماتيه اللي ما كناش نعيشوها من قبل، طبعا كانت ولكن لم تكن بهذه القوه، فخصنا نحشدوا الطاقه ديالنا والمجهود ديالنا باش نفهموا هذه الامور هذه وتكون لصالح الاطفال وتكون لصالح الخدمه ديال التعلم ديالهم ديال النمو الشخصيه ديالهم، ما تكونش مصدر تعاسه ليهم ومصدر امراض نفسيه بحال الاكتئاب بحال القلق بحال عدم الثقه في النفس. باش نوضح هذه الفكره اكثر انا نخلي لكم مجموعه ديال المقالات اللي كتبتها حول هذا الموضوع ديال الادمان والتاثير ديالو على الاطفال والمراهقين، غتلقاوها في صندوق الوصف. وتبارك الله عليكم.